تفترش النساء هذه الشوارع والطرقات في كربلاء كبائعات متجولات في ظل مئات الشباب العراقي عاطل عن العمل، بينما تغزو العمالة الأجنبية البلاد مسجلة أرقاما وصفت بالمرعبة، ليصل الأمر بهم إلى باعة متجولين ما يعكس مظهرا غير حضاري للمدينة وسط غياب الرقابة الحكومية. نجد ظاهرة غريبة وهو انتشار العمالة الأجنبية بهذه الأسواق العشوائية، فنتطلع إلى مديرية الإقامة أن تلقي القبض على هؤلاء المتجاوزين على النظام ومزاحمة اليد العاملة العراقية التي تئن من البطالة، وأغلب العوائل تريد فرصة عمل لا تجد لأنه البطالة لأن العمالة الأجنبية تزاحم البطالة العراقية. اليوم أنا كمواطن أريد أوجه رسالتي إلى الأمن، أمن السياحي، وإلى وزارة الداخلية، هل هنالك إجراءات تم اتخاذها بحق هؤلاء؟ لماذا هؤلاء يدخلون بهذه الطريقة؟ أنا اليوم عراقي من حقي أروح الشرق آسيا، أروح لأي دولة من دول الجوار وأفترش الأرض وبيع؟ لا، أكيد أكو أمين، أكو قانون، أكو دستور يمنعني. اليوم ليش ما نطبق القانون إحنا؟ مديرية بلدية كربلاء تحدثت عن استمرار حملاتها برفع التجاوزات على الشوارع والأرصفة من قبل الباعة المتجولين، فيما رمت الكرة بملعب الأمن السياحي والجوازات جراء انتشار الباعة المتجولين ومن جنسيات أخرى. كبلدية كربلاء مستمرين بحملات يومية من أجل رفع هذه التجاوزات، ولكن نحتاج تعاون الكوادر الأمنية بالإضافة إلى هنالك فوج العتبات من أجل المعاونة مع بلدية كربلاء للقضاء على هذه الظاهرة، وخاصة هنالك وجود باعة متجولين من دول أجنبية بالإضافة إلى المحليين. قد ينتقد البعض ظاهرة انتشار الباعة المتجولين على أرصفة الشوارع، إلا أن العوز والبطالة دفعت بالكثير منهم للعمل بهذه المهنة، ليواجهوا أيضا منافسة العمالة الأجنبية. علي خالد، ون نيوز، كربلاء.